تبعني معليش استاذ. شوف باباك ربي يرحمه برحمه الله، خلينا اخوك اللي توفى جاي باباك ربي برحمه الله، هذه التركه هذا الساكن اللي قسموا بيناتكم نتوما الله يبارك فيه سته، زوج بنات واربعه كوره هكذا في سته، نصف التركه يعني النص تاع الساكن مكتبه زوج بنات واخوك اللي توفى، والنص كتبوا كذا. هذا اللي يكتب لك وصح لكم انت وصح لك انت وخاوتك الداخل. كي نجي انا يا بابا كتب لك، كي نجي توري لي واش كتب لك بابا، واش كاين الداخل، شحال من الغرفه، شحال من الشومبره، كاينه كوزينه والاورو والكيكله، كاينه ثلاثه شنابر كاع يعني كل واحد عنده شومبره والكوزينه وحانوت وحان، والاخرين ثاني كل واحد عنده شومبره وكوزينه وحانوت. لا دوك كيقول له السكن هذا اللي يتباع 85 متر. كيفاش تباع؟ انتم ما بعتوه مش احنا بعناه. خلينا من البيع، البيع حاجه واحده اخرى مازال ما لحقناش ليه البيع. اني نحكي واش عندهم البنات وخو البنات عندهم 200 قبل خمسه. طيب المهم الاب ربي يرحمه برحمه الله توفى في نوفمبر 2023، والام كانوا عايشين عند البنات، واخوكم كان متوفى هذاك. متوفي واه. ما كانوش عايشين عندكم. لا انتم القطعه انتم بعتوا واش كتب لكم باباكم؟ واه بعنا. علاش بعتوا الدار ولا ورث الضيق؟ واه الضيق هي كل سيسعنا على الارواح. وكي بعتوا واش درتوا بالمال؟ خوتي شرو منها سكنه واحده، سكنه واحده اخرى. ها وانا شريت منها سكنه واحده اخرى. يعني استفدتوا يعني ما دراهمهم ما راحوش من ولا من. لا صحيح. بقات الوالد توفى، بقى الوالد توفى، العلاقة العائلية بيناتكم كيفاش كانت؟ مات الوالد راحت العلاقة. وكنت تروح تزور والديك انت هذاك الوقت كان الوالد عايش؟ واه كنت نزور. ايه؟ واه شايبين كنت نزور الله يرحمه. من الاسبوع تاع حياة شيباني درك شيبانية ما شفتهاش. تقصد الاسبوع ما فهمتش الاسبوع. من الاسبوع تاع حياة شيباني. العشاء تاع حياة شيباني من الاسبوع تاع. اه يعني بعد ما توفى الوالد سبع ايام. بعد ما توفى سبع ايام. رحنا ثلاث ايام الحاج. ثلاث ايام من درنا الاسبوع من الفمانية شيبانية حرموني منها ما شفتهاش. علاه يحرموك منها؟ هادو خياتك البنات ما حارمينك باش تشوف يماك. واه. باش اش عندك ما شفتهاش يماك درك؟ شهرين حبيت تشوف يمات. نعم حبيت تشوف يمات. جديد كيفاش كي تروح ما يخلوش تدخل ولا كيفاش؟ استاذ طالق عليا هذا اللي شي اللي متبنيته. متبنياته؟ متبنيته. بمعنى جدة يماك هذه ماهيش جدة. ماهيش جدتها. أنا أختك متبنياته. متبنياته هو. كيف طلقته عليها؟ حاكم فينا. وأختك الثانية؟ كاع في زوج متفاهمين على رصاننا احنا الواقش ثلاثة. أنت ما تشوفش. وخوتك الاخرين تانيك؟ قسما بالله ما شافوه، نظرك عليك. ما خليك تدخل تشوف الوالده. لا عاد وين الطبطب والله يقول لك نطيح عليك، كيقول لك جاي باقي تحرق علينا الغاز، والله جايب لنا المشتريه الحوش، والله باقي والله ندخلوا بريا على لوكيل جاي تبطفين. كيف انت جاي تشوف يماك يقول لك جاي بطنا جاي يضربنا. جاي يضرب. باش يفهم المشاهد معني بطنا معناتها جاي يضربك. واه. زعما انت كي تروح تشوف يماك يروحوا يشكوا بيك ملي جاي. يبقى يتشكوا. ورسلوا لي مع بنين عمي كاع باللي شوف يما حقي. رسلوا لي مع بنين عمي كاع قالوا له قول له كراعك ما تحطهاش الحوش في السكن هذا. عطوا لي يما نديها عندي. قلت يما شوفها عندي تقعد عندي من حق ما هي عندكم ندي يما انا عندي. يا استاذ يما شادين هي على بال صوالح هي على بال دراهم. يما انا المخلوق راها باراريزم خذت الميت نيشان. ما دارت فيهم لا وكاله لا كيقول له روحوا يخلصوا في الدراهم 120 مليون. شاف عمرها يماك؟ 78 عام. 78 عام؟ اه باراليزم 100%. المهم واش تخلص يماك عندها لا روتريت ولا واش عندها البونسيون تاعها هذه؟ لا روتريت هذه تحية الشيبان. تاع العشاء تحية الشيبان. خياتك هذو متزوجين؟ لا قلت لك كانت واحده مزوجه وطلقت. ايه؟ ومتبنيه هذا ليشي؟ خلينا متبني تاع الطفل، هذه متزوجه مطلقه ما عاودتش تخدم تزوجت. لا
وماهيش خدامه. لا لا. والثانيه عزبه ماشي متزوجه. ماشي متزوجه. بصح باش نتفاهموا حاجه، ربما الانسان راجل القانون وحاضر معنا، الوالد واش عنده روتريت تاع شركه ولا واش عنده خاصه تاع مجاهدين وعنده روتريت. عنده دو روتريت. بمعنى الوالده، اقدر استاذ، بمعنى الوالده تخلص دو روتريت.